السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا المرة اللي فاتت كانت المحاضرة قسمناها او السلايد كانت مقسومة على اسبوعين. اتكلمنا في الاسبوع اللي فات ازاي ان انت تكريت HTML فورم. الفورم دي تقدر تاخد منها اليوزر انبوت او البيانات او الانبوت اللي انت محتاجها من اليوزر، وبعدين PHP وظيفته ان هو بقى ياخد الداتا دي من الفورم element، من الاليمنتس اللي بتتكون منها الفورم، ويبتدي يتعامل عليها اذا كان يوديها لداتا بيز مثلا زي ما هناخد قدام شويه، او يعمل عليها شويه manipulations او شويه processes. واخدنا مثال على كذا فورم وعملناهم مع بعض، انك احنا نعمل الفورم بال HTML ونبتدي نروح نعمل السكريبت بتاع ال PHP في ملف تاني. فاي فورم بيكون فيها حاجتين، اكشن وميثود. الاكشن هو عنوان الملف بتاع ال PHP اللي هيشتغل على السكريبت على الفورم دي فين، والبوست هي الطريقة او الميثود، والميثود ولا ايه هي الطريقة اللي بتتبعت بيها البيانات من الفورم بتاعك. في طريقتين، في جيت وفي بوست. البوست احسن من الجيت في السكيورتي، وبتنقل كمية داتا اكتر من الجيت. ده هيؤدي بينا الى ان هيطلع عندنا في سوبر جلوبال فاريبل موجود في الجافا اسمه دولار ساين اندرسكور بوست، وده بتكون متخزنة فيه البيانات اللي دخلت للفورم. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت تذكر اسم الاليمنت. كل اليمنت في الفورم ليه اتريبيوتس اسمها نيم. لو انت قلت دولار ساين اندرسكور بوست وبين سكوير براكت حطيت اسم الاليمنت، يبقى الداتا اللي دخلت للاليمنت ده موجودة في الفاريبل. اتنقلنا بعد كده ان احنا نعمل كومبايننج لل HTML وال PHP كود يكونوا في سنجل بيج في صفحة واحدة عن طريق فاريبل اسمه server underscore PHP self دولار ساين underscore server بين قوسين PHP self. ادي مثال عندنا كان بيتكلم على النمبر جيسنج، تخمين الأرقام، إن إحنا نعمل فورم والفورم دي تكون فيها تكست فيلد، والتكست فيلد ده إحنا هندخل فيه رقم ويبتدي هنخمنه يعني، ويبتدي يشوف لو هو رقم المطابق للبرنامج عندي جوه هيقول لك شاطر تخمينك صح، لو أقل منه هيقول لك ده أقل منه، لو أكبر منه هيقول لك أكبر منه. لو إنت ما دخلتش رقم أساسا ودخلت أي حاجة المفروض إن يقول لك مش ارقام. لو انت سبت فاضي وما دخلتش حاجه المفروض يرد عليك يقول لك ايه دخل رقم. فالفورم بسيطه جدا، هي مكونه ادي الفورم بتاعت HTML فورم. فورم فيها اكشن، جوه الاكشن بفتح تاج PHP واقول ايكو دولار ساين اندرسكور سيرفر سكوير براكت PHP اندرسكور سيلف. ده معناه ان كود PHP موجود في نفس الصفحة هنا قبل كود ال HTML. حتى لو تلاحظ كود ال HTML بادئ من لاين 17، فالستاشر خط اللي قبليهم هو كود ال PHP والميثود بوست. هنا ما عنديش الا ليبل بيقول لك تايب يور جست هير، و الانبوت بتاعي تايب تكست، طبعا تكست فيلد لي اي دي مش اي اس دي اي دي، ولي نيم، وده اللي يهمني في الموضوع النيم اسمه. عندي زرار التايب بتاعه سبميت، كل اللي بيعمله مكتوب عليه كلمه سبميت، وهو هيسبميت الايه الانفورميشن اللي اليوزر هيحطها في الفورم داي. طب نيجي الكود PHP. انت ايه اللي تملكه هنا في الاليمنت؟ تملك الداتا اللي هتخش في الانبوت تايب تكست اللي هو اسمه ايه جس. يبقى انت كل اللي تملكه فاريبل سوبر جلوبال فاريبل اسمه
دولار ساين اندرسكور بوست على النيم بتاع الاليمنت اللي هو مين؟ جس. هو هنا كود البي اتش بي مثبت رقم اللي هو النمط جس اللي هو الفور 2، هو ده رقم 42، هو ده رقم الحظ. فلو كان البوست اوف جس ما كانش از نوت ست نوت از نوت ست، يبقى تقول ويلكم تو جس ماشين كعنوان، لان لسه البتاع ده فاضي ما دخلش فيه دات لان هو از نوت ست. طب ايلس اف لو هو نوت نوميك، طبعا الفانكشن في البي اتش بي اللي بتعرف نوميك ولا لا اسمها از نوميك، فاحنا عايزينه لو نوت نوميك، لو الفاليو اللي دخلت هنا مش رقم فتطلع مسج يقول اي دونت اندرستاند ذات ريسبونس. طب لو كانت الداتا اللي موجوده في الدولار ساين اندرسكور بوست اوف جيست ايكوال ايكوال 42 فعندك حاله ماتشز، فهتقول له ويل دان. لو اكبر الرقم اللي انت دخلته اكبر من الرقم اللي هو ال 42 هتقول له ايه؟ is too big. لو كان اصغر هتعمل له مسج تحط له فيها كلمه is too small. لو ولا حاله من الحالات اللي فاتت دي هحط له ايه؟ I am terribly confused. بس يبقى اذا الرساله هتتعرض فين؟ في رساله PHP echo المسج اللي جات لي من كود ال PHP اللي فات. انا اخد كوبي لل معايا شباب، انا اخد كوبي للكود بتاعنا وهنروح نحط بيست هنا في النوت باد. وهنروح بعد ما نحطه نعمل سيف از ونسيبه اي اسم دوت بي اتش بي ونقول له ايه سيف، وبعدين نروح نفتح الاكزام اللي موجود على السي وندوس دبل كليك على الاكزام كنترول، والاباتشي انا هنا مشغله فهدوس ستارت لو ما كانتش هنا ستوب موجود. فكده السيرفر شغال. ادي هنا اهو هدوس دبل كليك على اكزامبل كنترول و هبينها لك دلوقتي ثانية واحدة اهي. لو الاباتشي هنا اهو هو المفروض ان الزرار ده مكتوب على ستارت تدوس ستارت، اما يتحول للون الاخضر يبقى السيرفر كده شغال عندك. طب وبعدين هنروح للبراوزر وهنكتب له ايه؟ هنكتب له لوكال هوست، والمكان بتاعنا اللي احنا عاملينه في ال HD docs اللي في ال exam اسمه program test اهو، وادي كل البرامج اللي احنا اشتغلنا عليها من اول السنة، وادي الفايل اللي هو numtogest.php فهتدوس عليه هيشتغل. طبعا في warning هنا فوق لان في الفيرجنز اللي بعد كده من PHP كان بيعتبر ان اخر LCD ملهاش لازمة فبيعتبرها خطأ، هو بيديك عليها warning بس انما هو مفيش خطا هنا ولا حاجه. ادي رساله ويلكم تو ذا جيسنج ماشين، وبيقول لك بقى يلا تايب يور جيس ايه هي، فانا هطبع له هحط له رقم 15 وهقول له سبميت. فالكود بتاع البي اتش بي وكود الاتش تي ام ال الاثنين محطوطين على صفحه واحده، فبيعمل بروسيسنج على الداتا اللي دخلت ويقول لك ادي هي 15 is too small، وفي نفس الوقت يعرض لك الفورم مره تانية علشان يتيح لك الفرصه انك تدخل الرقم. فدي هي الفايده الاساسيه من ان يكون كود البي اتش بي وكود الاتش تي ام ال الاثنين معمول لهم كومبايننج في صفحه واحده، يعمل بروسيسنج ويرد عليك ويديك الفورم في نفس الوقت. فدي له رقم تاني زي ال 50 مثلا فهيقول لي لا 50 ده رقم كبير، اديته رقم ثالث
زي الـ40 مثلا، قال لي الـ40 ده رقم صغير، اديته رقم زي الـ42، فقال لي ويل دان انت خمنت الرقم صح. اديته اي حاجة تانية مش ارقام وقلت له سبميت، فهيقول لك انا مش فاهم اللي انت كاتبه. اديته اي شيء تاني مش ارقام فهيقول لك انا مش فاهم الحاجة اللي انت كاتبها. اديته حاجة عاملة 140 مثلا جي وقلت له سبميت، فقال لي انا مش فاهم اللي انت كاتبه. تمام، فانت عملت تيست لكل الجوانب بتاعتك و البروجرام بتاعك شغال او الكود بتاعك شغال بدون اي مشكلة. طيب نكمل نكمل كلامنا على بقى الجزء ده، الجزء اللي شرحناه المرة اللي فاتت. فعيدنا اهو، ابتدينا بيه المرة اللي فاتت، ما كان الكود ما اشتغلش، الكود ما كانش فيه حاجة، بس كان تقريبا فيه ايرور في البارسنج بتاع بي اتش بي او حاجة. المهم طيب النهارده هنتكلم في ايه؟ النهارده هنتكلم في، عندنا حاجه اسمها hidden fields، عندنا في fields hidden ممكن تعملها ما تبقاش باينه، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تعمل فيها saving للstates او save لبعض الانفورميشن جوه الhidden fields دي. الhidden field هي element من ضمن الelements الموجودين جوه ال HTML form، بس التايب بتاعه بيبقى ايه، اسمه ايه، هيدن. فده الشكل الاليمنت، بتقول انبوت تايب هيدن وليه اسم، ده اهم حاجه، اسمه ايه، نمبر مثلا اوثرايز، والفاليو بتاعته تقدر ان انت تطبعها بجمله بي اتش بي ايكو. طب ايه الهيدن فيلد دي؟ زي ايه؟ زي مثلا عدد المحاولات اللي انا عملتها علشان اخمن رقم 42. انا دخلت في الاول 15، بعدين دخلت 50، وبعدين دخلت 40، وبعددين دخلت 42. فانا عملت 5 محاولات علشان خاطر اوصل للاجابة الصحيحة، فعايز اعرف عدد المحاولات دي. ده هيدن داتا من شأنها ان تقول للناس بتوع اللي عاملين البرنامج في كم مرة اكسست وخمنت الرقم لحد ما وصلت الاجابة الصحيحة. قال خلاص اعمل متغير عادي جدا جدا في الـ في الـ في الـ HTML form وفي الـ PHP كود طبعا، وسميه number of tries، وكل مرة ادي number of tries، number tries ده متغير، وفي كل مرة هستخدم المتغير، هزود المتغير ده 1 لو كان انا عملت الست للايه، لل هيدن فيلد بتاعي اللي انا كريته اللي اسمه نام. يبقى انت لازم تعمل هيدن فيلد الاول، انبوت تايب هيدن وتسميه اسم، وهو ده اللي يهمني فيه، والفاليو بتاعته اللي ان انت هتطبعها. عملت متغير اسمه نام ترايز، وقلت طول ما استخدمت الترنري اوبريتور اللي هو زي اف ستيتمنت، قلت طول ما البوست اوف نام ترايز، كل ما النام ترايز ده حصل له ابديت، الست يعني دخل له رقم، فزود زوده 1، معنى كده ان الفورم اشتغلت، فزود الايه، المحاولات، عدد المحاولات 1. ما حصلوش الست فسيب دايما بواحد اللي هو المحاولة الاولى بتاعته بس. واي وقت هتطبع فيه المتغير نام ترايز ده من خلال الهيدن الانبوت تايب هيدن، فهيظهر لك عدد المحاولات اللي ايه، اللي تعمل. حاجة تانية برضو، كلنا ناس كتير مننا لما يكون بتعمل داونلود لأفلام أو لبرامج، فبيعمل لك ريدايركت، بيحولك من الصفحة اللي انت فيها للصفحة تانية في موقع تاني خالص، اللي هو فيه الفايل اللي انت هتعمل له داونلود. يعني مثلا هتنزل فيلم من على ميديا فاير، فانت مش على ميديا فاير، انت موجود على الاي جي بيست، وبتدوس على اللينك بتاع الداونلود في انت في موقع اي جي بيست، فبيعمل لك ريدايركت وبيروح ينقلك لموقع تاني خالص زي ميديا فاير مثلا، عشان تعمل داونلود للفايل من هناك. فالريدايركت ده او النقلة من موقع لموقع في نيو بيج، في صفحة جديدة، ده بيتم عن طريق بي اتش بي فانكشن اسمها هيدر.
ده بيتم عن طريق فانكشن اسمها هيدر في البي اتش بي، ودي هي المسؤوله ان هي تعمل لك ريدايركت للنيو بيج او لصفحه ثانيه. هيدر ليها قوسين، بين القوسين بيتحط اللوكيشن نقطتين، اسم او عنوان الموقع او صفحه ال HTML اللي انت عايز تعمل ريدايركت ايه ليها. يبقى الفانكشن اللي اسمها هيدر دي بتعمل ايه؟ بتعمل ريدايركت لليوزر تو ا نيو بيج، ويكون جوه القوسين بتاعها دبل كوتيشن لوكيشن نقطتين، اسم صفحة ال HTML أو عنوان الصفحة اللي انت عايز تعمل ليها ايه ريدايركت. لو رجعت للسلايد 28 وحطيت في ال HTML بتاعك مثلا فيدباك فورم وعايز تعمل ريدايركت ليها، فانت تقدر ان انت تعمل ده بمنتهى السهولة. طيب نوع تاني من انواع الفيدباك اللي الناس كتير قوي بتشوفها على المواقع، ان هو تعمل ايه، تبعت ايميل في كونتاكت اس. فبتلاقي دايما كل المواقع يعني اغلبها بتلاقي عندهم صفحه اسمها كونتاكت اس، بتدخل على صفحه كونتاكت اس دي عشان تراسل الناس تقول لهم شكواك او تستفسر استفسار عن الموقع دوت او حاجه خاصه بيهم. فبتخش تلاقي فورما فيها عنوان سبجكت، وبعدين مكان فاضي مسج تكتب رسالتك، وبعدين زرار مكتوب عليه سند ايميل. فانت بتبعت الشكوى بتاعتك على الايميل الخاص بالموقع ده، بس من غير ما بتشوف الميل بتاعهم ايه، هي مجرد فيدباك فورم انت بتروح تملاها وتعمل لها سند وهي بتوصل لهم، بس مفيش امكانية ان انت تعرف معلومات عن الميل او الرسالة دي راحت لفي اني حتة بالظبط. فدي بنقول عليها دايما هي الفيدباك ايه او الكونتاكت اس فورم، ودي بتبقى عملية ارسال ايميل عادية هنشوفها ازاي بنعمل مع بعض. دي الفورم اهي ده شكلها. بتخش تكتب اسمك، بتخش تحط الايميل ادرس بتاعك، وبعدين بتاعك انت، وبعدين عشان يرسلوك عليه هم، وزي ما في الجامعة كده انت بتيجي تبعت رسالة، فالرسالة بتوصل بإيميل نو ريبلاي، ما تعرفش تعمل له ريبلاي، بس هو الـ LMS بيبقى عارف الميل بتاعك طبعا، فعشان كده هو بيقدر يبعت لك بنو ريبلاي مسج عشان انت ما تقدرش تعمل ريبلاي، لان السيستم هو اللي باعت مش شخص. وبعدين في الاخر زرار اسمه سند مسج، فتكتب اسمك وايميلك والمسج بتاعتك اللي انت عايز توصلها للناس كفيدباك، وتقول سند مسج والمسج ايه. طب الفورم دي تتعمل ازاي؟ مبدئيا كده في كام ليبل؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه. طب في كام فورم ايليمنت؟ ده انبوت تايب تكست، وده انبوت تايب تكست، وده انبوت تايب ايه تكست اريا، وده بوتون. فانت عندك اربعة element في الفورم ده. فادي يا سيدي فورم الاكشن بتاعها متوصل على صفحة sendmail.php والميثود post. ادي label الثاني الثالث زي ما عدناهم، label اسمه name، label email address، label message. الاربعة element بتوعنا input type text size 25 يعني يشيل لغاية 25 character 25 حرف، واهم حاجة اسمه name. input type text size 25، النيم بتاعه ايميل، واخر واحد هو text area. قبل الاخير هو text area، النيم بتاعه msg، مسج فيه 30 كولوم وخمس صفوف، خمس سطور، كل سطر 30 كاركتر. وفي الاخر الزرار البوتون التايب بتاعه submit، والنيم بتاعه ايه submit، والvalue send، ومكتوب عليه كلمة send message، مكتوب عليه كلمة send ايه message. طيب يبقى الفورم دي عملت مين؟ عملت اللي قدامي ده. ايه المطلوب بقى من حضرتك؟ لما تدوس على الزرار بتاع send message، اسمك وايميلك ورسالتك يتبعتوا للايميل الخاص بتاع الموقع ده اللي انت مش شايفه.
الكلام ده عشان تبعته لازم تستخدم بي اتش بي فانكشن اسمها ميل. عندك بي اتش بي فانكشن اسمها ايه؟ ميل. البي اتش بي فانكشن اللي اسمها ميل دي بتاخد اربع حاجات: الريسيبنت والسبجكت والمسج والميل هيدر. طيب انا دلوقتي المعلومات دي خدتها من اليوزر عن طريق النيم والميل والمسج، دول هم رساله اليوزر. فانا عملت متغير اسمه دولار ساين مسجي، حطيت فيه النيم اللي هو دخل في الدولار ساين بوست نيم، ودوت ايكوال زي بلس ايكوال في الجافا كده، دوت ايكوال يعني اجمع على السترينج ده الايميل اللي موجود في البوست دولار ساين بوست اوف ميل، واجمع كمان عليه المسج بتاعه اليوز. فالثلاث حاجات اللي دخلوا ده وده وده اتعمل كونكاتينيشن او اتجمعوا كلهم في متغير واحد فقط اسمه MSG دولار ساين MSG. وبعدين الريسبنت اللي هو الموصل اليه ده العنوان بتاع الموقع، ده الايميل بتاع الادمنستريتور بتاع الموقع، وده اللي انت كيوزر على الموقع مش شايفه. فهناخد الايميل ده جوه في السكريبت كود ويكون محطوط في فاريبل اسمه ريسيبنت. السبجكت عنوان الميل ده هو جاي من الفورم سبميشن فيدباك مثلا، ده عشان تعرف بس اللي هيروح له الميل السبجكت هو ايه. والميل هيدر، والميل هيدر هو الميل بتاعك دوت انت بتصنفه جاي منين، جاي من الويب سايت بتاعتك والديفولت ادرس بتاعها كذا ات يو دومين. تمام. ساعات بيكون في اوبشن ان انت تقدر تعمل ريبلاي للي بعت لك الرساله، فعشان تعمل ريبلاي للي بعت لك الرساله انت محتاج الميل بتاع الراجل اللي بعت لك الرساله. الميل بتاع الراجل اللي بعت لك الرساله ده تقدر تاخده من الفورم من دولارسان اندرسكور بوست ميل وتجمعه مع الميل هيدر. الفانكشن اللي البي اتش بي بتقدمها لك هي ايه؟ اسمها ميل. مجرد ما هتضغط على الزرار بتاع سبميت، مجرد ما الفانكشن دي هتشتغل اوتوماتيك وتبعت الميل لصاحب الموقع او للمدير بتاع الموقع بالعنوان اللي تحدد هنا هوت، وبالمسج اللي فيها ثلاث حاجات اللي اليوزر دخلهم، وبالميل هيدر اللي هو فيه خاصية الريبلاينج تو اللي عشان لو عايز ترد على صاحب الرسالة دوت انت كمدير موقع بحاجة بس. وتحتيهم ده كود ال HTML اللي عامل الايه اللي هيرد عليك بعد كده ويقول لك ايه متشكرين thanks باسمك و for your message الرسالة بتاعتك والايميل بتاعك كذا والرسالة بتاعتك كذا ك confirmation message بعد ما بعت الايه الميل بتاعك او الفيدباك بتاعك. ف هيبقى رد عليك اهو thanks جودو your email address جان at do and your message التلات حاجات اللي جمعت مع بعض. لو جينا بصينا كده ان احنا ناخد الكود اللي فات دوت ونحاول نشتغل عليه، فهتلاقي ايه عارفين الحكاية بتاخد. طب ممكن نعملها في الاخر، ممكن نعملها في الاخر. طيب عايزين نعمل بقى ايه فايل ابلود. عايزين نعمل فايل ايه؟ فايل ابلود لملف. البي اتش بي عندها سوبر جلوبال فاريبل اسمه دولار ساين اندرسكور فايلز. السوبر جلوبال فاريبل ده بيتخزن فيه كل المعلومات عن الفايل اللي انت عايز تعمل له ابلود. يبقى لو افترضنا ان انت عندك موقع، عندك ويب سايت، وعايز
تعمل فيها خاصية للابلودنج الفايل او رفع الملفات، اليوزر يقدر يرفع ملفات. فانت طالما شغال بي اتش بي لا غنى عن ال variable اللي اسمه دولار ساين اندرسكور ايه فايلز دوت. ليه شويه بقى ايه اتريبيوتس. لو انت مثلا قلت له ايه دولار ساين اندرسكور فايلز فايل ابلود وبين سكوير براكتس تاني قلت له نيم، يعرض لك الاوريجينال نيم بتاع الابلودد فايل، يعرض لك اسم الفايل دوت الاوريجينال نيم بتاعه ايه اللي اترفع بيه من على الكمبيوتر بتاع اليوزر. لو قلت له دولار ساين اندرسكور فايلز جواها بين السكوير براكتس فايل ابلود يديك الباث لتو تمبرري فايل، يديك التمبرري باث بتاع الفايل ده موجود فين حاليا عندك. لو قلت له دولار ساين اندرسكور فايل ابلود وقلت له سايز يديك حجم الملف ده قد ايه، ودي بنستفيد بيها لو انت الملف اللي عايز ترفعه بيعدي الحجم اللي الموقع بيتحولك الحد الاقصى، فتقدر انك تكتشف الفايل سايز ده قد ايه قبل ما عملية الابلودنج تتم، فتبتدي ترفض او تقبل الابلود بتاع الفايل. نوع الملف فايلز دولار ساين اندرسكور فايلز، لو قلت له فايل ابلود وبين قوسين تايب يقول لك التايب بتاع الابلود الفايل ده. وده طبعا في مثلا بعض المواقع تقول لك ارفع بي دي اف بس، ارفع وورد بس، مفيش حاجه تانية. فعن طريق انك تعرف نوع الفايل ايه تقدر تسمح تحدد، طبعا عرفت نوع الفايل اللي هيترفع فتقدر تحدد اذا كان انت قابل برفعه ولا لا. فدول يبقى ايه لك ايه يقول لك اسمه ايه، التمبرري باز بتاعه هو ايه، سايز بتاع الفايل هو ايه، والتايب بتاع الملف او الفايل اللي هيترفع هو. عندنا كمان HTML form بتديك attributes اسمها encrypt، ودي بتقولك encryption اللي انت ممكن تستخدمه في الفايل upload يبقى عامل ازاي. الديفولت في الموضوع ده اللي هو multi-part form dash data، ده الـ encrypted type بتاع الفايل بتاعك. عندك كمان file max size وفايل او maximum file size، ودي زي ما قلت لك اللي تقدر تحدد بيها ايه هو الماكسيمم سايز اللي انت عايزه علشان خاطر اذا كنت تقبل او تاكسبت الفايل اللي هيترفع ده وزن السايز ولا لا، او كمان التايب ايه بتاع. الماكس فايل سايز او الماكس فايل سايز ديت دي عباره عن هيدن اوبشنال هيدن تقدر ان انت تحدد جواها زي ما قلت لك ايه هو الماكسيمم فايل سايز اللي انت محتاجه عن طريق ان انت تروح تبص عليها وتشوف وتقارنها بالسايز بتاع الفايل اللي داخل، فتقدر تحدد اذا كان هتعمل ابلود للفايل ولا لا. تعال نشوف ادي الابلود فورم اهي بتاعتنا، هي دي اللي شكلها كده، فيها ليبل اسمه فايل تو ابلود وفيها زرار اسمه تشوز فايل، هو ده اللي هيعمل لك براوز على الجهاز بتاعك، ولما هتختار الفايل هيحط لك اسمه هنا هوت، وعندك زرار اللي هو ابلود فايل اللي هيعمل عمليه الرفع. يبقى انت عندك ليبل وزرارين، بص كده ادي الفورم اكشن بتروح لملف اسمه دو ابلود بي اتش بي، الانكريبتد بتاعك هو اللي هيزيد هنا طالما هترفع فايلات فلازم يكون في انكريبشن طيب لرفعها، والميثود بوست الليبل الانبوت تايب اللي عندك هو الانبوت تايب هيدن اللي هتعمله اللي هو اسمه ماكسيمم فايل سايز، وده زي ما قلت لك الفاريبل موجود في البي اتش بي، ودي الفاليو اللي انت بتحددها اللي هي عدد البايتس بالبايتس، عدد البايتس الماكسيمم فايل سايز اللي انت هتقبله على الموقع بتاعك. ادي الليبل الاولاني اللي هو الفايل ابلود فايل تو ابلود، وادي الانبوت تايب ايه فايل، ده اللي بيديك الزرار اللي مكتوب عليه ابلود ايه وده اللي بيديك المكان اللي بتعرض عليه الفايل ايه نيم، وادي النيم بتاعه فايل ابلود زي ما انت حضرتك شايف هنا ايه كده، واوتوماتيك كلمه فايل ابلود دي هيجي بعدها الزرار بتاع تشوز فايل
ده بصفة أوتوماتيكية، يبقى input type فايل دي هيعرض لك إيه؟ هيعرض لك كلمة فايل أبلود، وجنبيها ال وجنبيها ال الزرار اللي مكتوب عليه choose file، اللي هو بيعمل براوس على الكمبيوتر بتاعك. وبعدين آخر زرار محتاجينه اللي هو مكتوب عليه upload file، ده button type إيه؟ submit، والname بتاعه submit، والvalue send، واسم اللي هيتكتب على الزرار file upload. فأدي الفورم أهي إيه قدامك، 2 element، واحد تايب بتاعه فايل والتاني التايب بتاعه بوتون، وعملنا هيدن element اللي هو الماكسيمم فايل ايه سايز وحددناه. طب كود البي اتش بي هيعمل ايه؟ هيعمل بقى كذا حاجه. كود البي اتش بي هيروح يشوف المعلومات اللي الفايل ده اترفعت فيها مكانها هي ايه، بس لازم الفايلات اللي هتترفع على الموقع بتاعك لازم انت تكون محدد فايل دايركتوري ليها، علشان خاطر هتروح تتخزن فيها الملفات ديت. فانت دي مسؤول عنها طبعا البي اتش بي ديفلوبر، ان هو هيحدد فايل دايركتوري الباص بتاعه، هيحدده، هيعمل فاريبل اسمه فايل اندرسكور دايركتوري بيحدد فيه الباص او الدايركتوري اللي بتتحط فيه الابلودد ايه فايلز اللي هتترفع على الموقع ده. وبعدين بيروح يشوف الفايلز اللي انت اخترتها عشان ترفعها. افرض اخترت فايل واحد، تمام. طب افرض اخترت اكتر من فايل، ففي يعني كلنا مثلا لما نيجي نعمل اتاتش في الميل، لو انت هتبعت اكتر من فايل اتاتشمنت ممكن تختارهم كلهم دفعه واحده وتقول لهم اوبن فيتحملوا عندك في الرساله. فعلشان كده انت عندك اري، الاري دي اسمها دولار ساين اندرسكور ايه فايلز، هي دي اللي متخزن فيها الفايلز اذا كان واحد او اذا كانوا اكتر من واحد اللي اليوزر اختارهم من الجهاز عنده علشان يرفعهم. فهعمل فور ايتش لوب زي ما اتعلمنا قبل كده في اللوب على الاري فايل، از هي اسوشيتيف اري فيها الفايل نيم، و هنحطه هنجيبه من الفاريبل اللي اسمه فايل اندرسكور اري. يبقى هتطبع هتعمل ايه؟ الخواص بتاعته هتطبعها عشان تشوفها. الفايل temporary باص بتاعه هو ايه؟ الاري فايل underscore array name، طبعا فايل underscore array هو اسم الايه؟ اسم الايتم، كل ايتم في الاري، فتطبع اسم النيم بتاع الفايل، وبعدين التايب بتاع الفايل، وبعدين السايز بتاعه. يبقى انت طبعت كل المعلومات اللازمه عن الفايل دوت. طيب هل الفايل ده هيتعمل له ابلود؟ هل هيتعمل له ابلود؟ فاف از ابلود، اف الميثود الفانكشن اللي بتستخدم في البي اتش بي از اندرسكور ابلودد اندرسكور فايل، للتمبرري باص اللي جاي منه اللي هو هنقدر نجيبه من فايل اندرسكور اري تمبرري نيم، فبيقول لي موف ابلودد فايل، دي الفانكشن الثانيه اللي بتعمل موفينج من المكان دوت للفايل دايركتوري اللي متحدد عندك ايه على الموقع. او لو الفايل ده قبل مثلا ما يتعمل له عمليه النقل كان اتمسح عندك من على الجهاز، يبقى عندي فانكشن تانية اسمها داي، اللي هو لو راح يبص للفايل ده في التمبرري باص بتاعه ما لقاهوش فتحرك ولا حاجه، فبيقول لك كودنت موف فايل، كرساله ان انا ما اقدرش ايه احرك الفايل ده، من اخد نسخه منه من على جهازك واحطه على الموقع بتاعي، وهطبع بعديها جمله فايل ووز ايه موف. لو ما فيش اي حاجه حصلت من كده يبقى هقول له نو فايل ايه فاوند، ما قدرتش ارفع الملف ده. السكريبت اللي مسؤول عن رفع عدد من الملفات ايا كانت عددها هي قد ايه. تمام، هنا بيعرفك بيقول لك ان ده الدايركتوري، الفايل دايركتوري اللي انت بيحدده البي اتش بي ادمنستريتور للموقع، ان الملفات دي اللي هتترفع هتترفع فين. فبيقول لك لو انت هتجرب الكلام ده خلي الديسكتوب بتاعك هو المكان اللي هتترفع عليه او يعني هيتعمل عليه ابلود للايه للفايلات، علشان تقدر تجرب السكريبت اللي فات دوت.
وادي يا سيدي المعلومات اهي زي ما طلعت، الباص بتاعه التمبوري موجود في الحته دي عندك على الجهاز، اسم الفايل اللي عايز يترفع في المثال ده كان كذا، التايب بتاعه جي بي جي، السايز بتاعه كان قدامك اهو 960 الف بايت، والفايل ووز موفد، الفايل اتحرك من المكان ده للمكان ده. ده بالنسبه للمحاضره بتاعت النهارده. لو انت عايز تقعد تفهم اكتر او تستكشف اكتر موضوع انك تكريت سيمبل فورم، اتفرج على الفيديو اللي في يونت 7 اللي موجود على الموقع ده اللي هو اسمه فورم ايه هاندلنج. بكده احنا خلصنا الميتنج بتاعت النهارده. المفروض ان لحد كده انت اخدت قواعد او الالمنتري بتاعت البي اتش بي، كريت ديكلير فاريبل وانيشاليز الفاريبلز والاراي والفانكشن واللوب والديسيشن او الاف ستيتمنتس، كل الاشياء ديت كالمنتري بي اتش بي احنا غطيناها. كمان اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت والمحاضره النهارده ان انت تعمل HTML فورم عشان تاخد بيها الداتا من اليوزر، وتقدر ان انت تاخد الداتا ديت بالبي اتش بي تعمل عليها بروسيسنج. من المره اللي جايه الكلام هيتغير شويه، هنتكلم على الداتابيز وازاي ان انت تعمل ايه هي الديزاين بروسيس ان انت تقدر تنفذها علشان تصمم او تديزاين قاعده بيانات، وايه الشروط والواجبات المفروض تتعمل عشان تصمم داتابيز. كمان ده في الاسبوع اللي جاي. في الاسبوع اللي بعده هنبتدي بقى ان احنا ناخد السيكوال ماي سيكوال، هناخد اس كيو ال كومنتس، اوامر اللي تقدر ان انت تكريت بيها داتابيز. هناخدها على اسبوعين، ناخد مجموعه كويسه من الاوامر ان انت تقدر تكريت بيها الداتابيز بعد ما عملت لها ديزاين. وبعد كده هنبتدي بقى نستخدم البي اتش بي علشان خاطر ناخد الداتا من الفورم ونقدر ان احنا نكريت داتابيز ونبعت نسيف الداتا دي في الداتابيز بتاعك. فالجزء اللي جاي هيبقى كله كلامنا فيه على الداتابيز وأوامر SQL، وبعد كده هوت إن شاء الله هنبتدي بقى يعني بعد 3 أسابيع هنبتدي ناخد إنك تستخدم بقى كل مع بعضه بقى PHP مع الداتابيز، وتقدر إن أنت بس. فكل المطلوب من حضراتكم عشان خاطر الدنيا تبقى تمام يعني انك انت تحاول ان انت بقى تذاكر الشغل بتاع البي اتش بي بتاعك كويس، وتجرب بايديك على الاكزام سيرفر زي ما بنعمل قدامك كده، فيديوهات عندك تقدر تراجعها بحيث ان انت تبقى مستعد للشغل اللي هيجي على الداتابيز ان شاء الله.